يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. حلقتنا النهارده مختلفه شويه لانها عائله رياضيه، اب وابناء وبطولات كتيره. بس خلينا ناخد بس الاخبار سريعا. الاخبار بكل روح رياضيه، سله سيدات الاهلي النهارده بتخسر في الدور قبل النهائي في بطوله افريقيا للسله، وهتقابل سبورتنج في نفس الدور بعد هزيمه سبورتنج برضو، وهيلعبوا على المركز الثالث والرابع. كهربا اهلاوي، بعد كهربا الزمالك بيفوز على بيراميدز 2-0، والاهلي بيفوز على دجله 3-0، وما زال الدوري مشتعل. نخش في عاش. انا بشكر كل اللي بعت لنا فيديوهات النهارده على الاسبوع اللي فات عشان تتذاع النهارده في فقره عاش، وبشكر كل اللي متابعين البرنامج علشان الحمد لله الفقره دي او اللي بيبعتوا لنا فيديوهات على فقره عاش دي ما شاء الله العدد كبير جدا، وبيجي لي كل حلقه عدد فيديوهات غير عادي لعاش. عاش لاي حد بعت له فيديوهات، ونكمل بعد عاش.
عاش، شكرا لكل اللي بعت لنا فيديوهات، وان شاء الله باذن الله مكمله عاش معاكم في كل الفقرات مهما كانت الفيديوهات اللي جات لي هعرضها. يعني اي حد هيبعت لي فيديو هعرضه، اي حد بيمارس رياضه صور الرياضه اللي انت بتلعبها، او اي خلي اي حد يصورك وبعت لي الفيديو ده هزعهولك. واي حد ما بيمارسش رياضه، وده الهدف الاساسي لفقره عاش، ابدا معايا باي رياضه، اي رياضه بسيطه، وخلي اي حد يصورك فيديو وبعت لي الفيديو ده هصوره لك معايا في فقره عاش. نخش بقى في حلقه النهارده، صناعه بيت رياضي، عائله كفافي. كابتن رضا كفافي كان حضر معايا حلقه قبل كده، كنا اتكلمنا ازاي انشئ بطل، بس ما كنتش متخيل او كنت متوقع ان في الحلقه يعني عنده في اسرته في بطلين، او هو فعلا صنع بطلين في البيت. فلما اتكلمنا من فتره قال لي لا انا عندي اولادي واخدين ابطال جمهوريه، فانا هجيبهم معايا حلقه. قلت له يشرف. لما جم شفتهم النهارده انا اتفاجئت بالشهادات والبطولات والحاجات كتيره اللي واخدينها والمواهب اللي عنده. اولا احييه على ان هو فعلا صنع بيت رياضي، اتعلمنا منه الفتره اللي فاتت ازاي نصنع بطل رياضي، هو دلوقتي صنع بطلين. خلينا نرحب بيه الاول كابتن رضا كفافي، مستشار تربيه رياضيه ومدرب كونغ فو بالقوات المسلحه. يا مساء الفل يا كابتن رضا. يا مساء الانوار وعاش. عاش كلك التاني مره، منورني ومنور بكل روح رياضيه. ربنا يبارك في عمرك ويسعد. طبعا المره الثانيه تمام ان انا موجود مع حضرتك، واتمنى طبعا تكون الحلقه جميله جدا يعني وتعجب الناس كلها ان شاء الله. جميله بيك وجميله بالابطال الصغيرين. كابتن جمال رضا كفافي، ولا جمال رضا كفافي ولا جمال كفافي؟ لا جمال رضا كفافي. جمال رضا كفافي، كابتن جمال رضا كفافي بطل جمهوريه في الكونغ فو والكيك بوكسين. يا مساء الفل عليك. ربنا يخليك. وكابتن نغم رضا كفافي بطل جمهوريه في الكونغ فو. يا مساء الفل عليك يا نغم. منورين. كل دي شهادات؟ طب انت هبدا بيك يا جمال بقى، انا هستاذنك ابدا بيهم بقى. انت عندك كام سنه الاول يا جمال؟ انا حاليا عندي 17. 17 سنه. انت انا يعني انت بتلعب كونغ فو وكيك بوكسين. طب ازاي الاثنين مع بعض؟ يعني انا بدات بكونغ فو في الاول، وبعدين ساعه ما اتطورت وشفت نفسي ان انا اخدت بطولات جمهوريه ومراكز اولى، فحبيت الكيك بوكس اكتر. لان الكيك بوكس في كونغ فو قواعد بتمنع ان انا اضرب في مناطق معينه. انت عايز تضرب؟ الكيك بوكس مسموح شويه. انت عايز تضرب؟ هو الكيك بوكس مسموح شويه. وانت عندك كام سنه نغم؟ 16 سنه. 16 سنه. انا علي صوتنا شويه. بتلعبوا؟ انت عندك كام سنه؟ من 8. من 8 سنين. اول بطوله، اول بطوله خدتها امتى؟ 9. انت عندك 9 سنين، وانت اول بطوله خدتها امتى؟ 9 9 ونص. برضه 9 9 ونص. نروح لبابا بقى نعرف موضوع الشهادات والبطولات دي ونرجع له. كابتن جمال، كابتن جمال، كابتن نغم، وصلوا كده ازاي؟ يعني المراحل اللي تموا بيها، ازاي اصنع بطل زي ده او بطلين زي ده، بطلين زي دول؟ بسم الله ما شاء الله، يعني شهادات، ميداليات، حاجات في ميداليات كمان معانا. ازاي اوصل ان انا اصنع بطل رياضي عندي في البيت؟ والله نبدا الاول طبعا ونوضح برضك الفكره لكل ولي امر ازاي يكون عنده ابطال رياضيين في البيت. تمام. وطبعا انا بوجه طبعا رساله لكل ولي امر، سواء كان بيلعب رياضه او ما بيلعبش رياضه، لازما يبدا يشوف المناخ اللي الولد او البنت مثلا يعني عايشين فيه. تمام. يبدا يشوف مثلا فرض كلام من سن مثلا 4 سنين زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، وقلنا ان الولد مثلا لازم يروح نادي. تمام. ويمارس الرياضه بغض النظر ايه هي الرياضه. طبعا انا بدات مع جمال. انا اخدهم سنه سنه. بدات مع مين الاول؟ طبعا جمال اكبر. اكبر طبعا. انت بدات معاهم من سن كام؟ من سن بالظبط يعني نقدر نقول 8 سنين. الاثنين من 8 سنين؟ من 8 سنين. طب السن ده مثال؟ وطبعا بدات متاخر شويه؟ يعني بدات متاخر طبعا، وده طبعا كان خطا مني في الاول. تمام. ان بس وصلوا لشهادات وبطولات ما شاء الله. كان ممكن يوصلوا افضل من كده بكتير. افضل من كده كمان طبعا. كان ممكن يوصلوا. طبعا طماع. عندي ابطال بسم الله ما شاء الله، وعندهم خامه كويسه جدا انا بتمناها ان الاقيها مثلا في اي ولد او اي بنت عندي في التدريب. تمام. ربنا يحفظهم. المناخ طالما كويس والبنت او الولد عندهم الخامه، تقدر تشكل الولد او البنت وتطلعوا بطل بسهوله جدا من سن صغير. فطبعا من زحمه وضغط الشغل كان ما فيش عندي الفرصه ان انا اغتنمهم وابص لهم بمنظور المدرب مش منظور الاب. منظور المدرب. طب لو كان. طب سؤال، انت اللي اخترت لهم اللعبه ولا هم اللي اختاروها؟ لا، في البدايه طبعا انا خدتهم مثلا معايا، بحكم طبعا ان انا مدرب كونغ فو اساسا، فكنت باخدهم مثلا معايا ان انا طبعا احاول اوظف فيهم اي حاجه اطلع مثلا بيها كبطل اعده في يوم من الايام، مثلا يكون مثلا بطل في الكونغ فو. مع الوقت لقيت كل واحد طبعا بينمي نفسه وبيحب اللعبه. تمام. وفجاه لقيت مثلا جمال داخل بطوله محقق مركز اول من اول بطوله،
نغم برضك من اول بطوله خدت مركز اول. طيب. فبدات ان انا ايه احفز الحته دي. انت هنا قايم بدور الاب والمدرب بالظبط صح كده؟ بالظبط. في مدربين تاني ولا انت الاب والمدرب فقط؟ هو في مدربين تانيين بس طبعا رقم واحد. رقم واحد بالظبط. طيب. الاب والمدرب. طب انت كده في ميزه عندك مش هتبقى عند حد بيسمعنا. تمام. انت مدرب لعبه فبالتالي هتكون حريص كل الحرص ان اولادك يكونوا بنفس الشق الرياضي. تمام. عايز تطلعهم بنفس المستوى اللي هتعمله مع الغريب. لا انا اولادي اولاد نفس طبعا. الطريقه. تمام. فهل لو حد دلوقتي بيشوفنا مش رياضي تمام وعايز يصنع بطل زي ده سهله ولا صعبه؟ لا سهله جدا. سهله جدا. سهله جدا او مش صعبه. طب هيتعمل مع ابنه نفس اللي انت عملته مع الاولاد؟ هو الفرق طبعا انت بتكلم مثلا مدرب في البيت تمام فبالتالي بيشتغل بالحته دي. اما التاني الاب اللي عايز مثلا يطلع الولد مدرب او البنت مثلا يعني بطله لازم يكون مثلا متابع في النادي ياخدهم مثلا كل اسبوع يروح النادي ويمرنهم ويوظفهم مثلا مع الكابتن ويحاول طبعا يخلق مثلا من الوقت الفراغ ده ساعات عمل ساعات تدريب. انت كده ربطت حتتين. انت ساعه التدريب متابع وفي البيت متابع. اكيد طبعا. وهرجع لك بس في نقطه كمان انت ازاي ربطت ما بين ده. هي ميزه هي فيها ميزه كبيره جدا هيفتقدها اي حد بيسمعنا دلوقتي والده مش رياضي يعني تمام. او بيته ما فيهوش حد رياضي ان دايما المدرب بيبقى ايه بيتابع اللعب ساعة التمرين او الساعتين بتوع التمرين وبيديله بعض الملاحظات وبعض التعليمات يبدا تمام. ينفذها في البيت ان تمام. كان هيروح صاله العاب رياضيه ثانيه يتدرب او كان نظام غذائي معين هيعمله او كان تمرينات معينه هيعملها على نفسه تمام. فانت بالتالي انت قمت بالشق ده انت مش محتاج مدرب. لا مش محتاج مدرب. لا انت خلاص هم بيعملوا ده قدام عينيك تمام. فبالتالي ال 24 ساعه بيقوموا بالشق الرياضي تمام صح. انا اروح لهم بقى في حته وارجع لك بقى في حته ازاي انت دمجت ما بين الرياضه والتعليم تمام. هو بيقول انتوا اللي اخترتوا اللعبه انتوا اللي اخترتوها ولا بابا اللي اختارها لكم؟ لا احنا اللي اخترناها. انتوا اللي اخترتوها. بس انا شفتك انت حولت من كونج فو الكيك بوكس ده بقى بصفه داخليه ليك ولا بصفه داخليه؟ دفاع عن نفسي اكتر. انت عنيف شويه. حاجه زي اصعب بقى مرحله مريتوا بيها انتوا الاثنين بقى. انا لما جيت اغير بقى من الكيك بوكس والكونغ فو لفكره بقى ان انا اغني. تغني؟ وانت بتغني؟ صوتك حلو؟ شويه. طيب ما في مغنيين كتيره جدا بيلعبوا رياضه، انا عايز اقول لك في فنانين كتيره يعني الفنانين بيجوا في فتره معينه خلاص انا عايز العب رياضه، بيلعب رياضه. هي رياضه اساسي. اساسي حتى لو انت مش رياضي لازم اساسي مثلا جيم هو كهوايه مثلا بس هي اساسي لازم تكون بتلعب رياضه. طيب هقول لك انت اصعب مرحله كانوا مروا بيها ايه؟ يعني نقدر نقول لما حسيت ان كل واحد بقى له قرار وله شخصيه وبدا يختار الحاجه المناسبه ليه. الحاجه المناسبه ليه؟ طبعا. وانا طبعا مش دكتور في البيت تمام احنا اصحاب واصدقاء تمام فوق ما تتصور. عملت ازاي الموازنه ما بين التمرين والدراسه؟ طبعا احنا في البيت نقدر نقول ايه ان احنا اصدقاء جدا تمام. بحاول بقدر الامكان ان التدريب ده يكون مثلا مره في الاسبوع تمام وطول الاسبوع ده بيعتبر يعني بنقعد على المذاكره. ولا انت واخد الشق الرياضي ومامتهم واخده الشق التعليمي؟ هي طبعا انا بوجه طبعا يعني التحيه لوالدتهم تمام قايمه بدور جبار معاهم تمام في حته المذاكره بالذات طبعا. كلنا هذا الرجل على فكره. عشان طبعا معانا اثنين بسم الله ما شاء الله الثانويه عامه ثانوي عام وجمال طبعا ثانوي عسكري. هو ثانوي عسكري وثانوي عام. تمام ما شاء الله. فطبعا احنا في البيت يعني عندنا قواعد معينه ماشيين عليها ان في حوار بينا تمام وفي نفس الوقت كمان البنت لها راي والولد له راي تمام لازم يعتد بيه تمام. اصعب مرحله بالنسبه لي لما فكرنا تمام هنطلع بطل نرجحه في الدراسه ولا في الرياضه ولا في الاثنين؟ لا هو صعب في الاثنين. صعب في الاثنين. صعب في الاثنين بالذات لما يكون في الثانوي عام تمام. بس احنا طبعا عملنا توازن وبنرجح يعني ايه نسبه 100% تمام الدراسه خلاص لان بعد كده هيعوض الرياضه. هيعوض الرياضه لكن الدراسه مش هينفع يعوضها بعد كده. بالظبط تمام. حتى لو حد يخش مثلا يعني جمال بيحلم مثلا يخش مثلا حربيه. طيب تمام اتفضل. اخش في حته انت كأب يعني انت لما يبقى عندك لاعب بيتدرب بتدخله بطوله باشتباك وضرب وعنف والحاجات دي كلها فعادي لاعب عندك تمام. انت كأب يعني هل عندك قلب او ان انت تخلي ابنك يخش اشتباك ويلعب اللعبه دي بالشكل ده قدامك عادي جدا او وتعنفه وتخلي قدامك؟ طبعا
عادي جدا. جمال طبعا ما خفتش عليه مره؟ ما خفتش عليه طبعا. انا عارف ان الولد طبعا انا عده كويس جدا تمام، وعارف طبعا اصلا انا كابتن في الاول وفي الاخر قبل ما اكون اب تمام. فعلى الرينج او على مثلا او على الرينج انت بتخلط ما بين اب وما بين كابتن، يعني امتى انت حتى في التمرين بتستخدم اب ده مثلا ولا كابتن لا فقط؟ لا كابتن بس بفصل. بتفصل عشان طبعا في ده في النهايه انا بعد بطل تمام. ما ينفعش اقول مثلا ده ابني في البطوله او برده كلام ده بنتي في البطوله، انا بعد بطل وبعنف نفسه وبعنفه، لان في النهايه انا محدد ومحدد داخلين مثلا ناخد مركز اول او ثاني او ثالث. فبفصل في البيت اب وفي التمرين كابتن، وده اللي مخليه مثلا بسم الله ما شاء الله جمال ما بخاش يعني كل البطولات اللي دخلها على ما اعتقد ما خدش مثلا مره لا تاني، بس كان كله اول الحمد لله. ونغم نفس الفكره تمام. فهي طبعا لازم تفصل بين الاب في البيت وبين مثلا السوبرفايزر او الكابتن في التدريب، هنا التعنيف. طب لو انت في البيت لقيته ما بيعملش التعليمات اللي انت قلتها له لا بناقشه في التدريب في البيت في التدريب مش في البيت؟ لا مستحيل. ده البيت ده مملكته هو خاصه واخواته تمام، نضحك نهزر يعني. انت بتعامله في التمرين كانت كوتش بتاعه وهو بالظبط هو عارف ده عندك بس كده، وهو عارف ده وهي عارفه ده تمام في البيت تمام. لا دي مملكتكم انتم يعني، المملكه الخاصه بتاعتكم انتم، يتعاملوا فيها بالالاء والكيفيه، لكن في النادي حاجه تانية. جيت في فتره كده حسيت ان انت بتوجهه صح او انت ماشي في الطريق الصح، او في بعض الخلل او بعض الاخطاء لا انا هبدا اعالجها في بعض مثلا الاوقات، مثلا لو في مثلا يعني ايه انا تسهلت مثلا فرض كلام في بطوله مثلا، يعني مثلا ما عملناش معسكر كويس وحسيت مثلا ان جمال مثلا في وقت من الاوقات كده في التدريب مثلا مستوى مثلا بينزل شويه، بحس ان مثلا يعني قصرت او اخطات تمام، خلطت مثلا هنا بين الاب وبين الكابتن. فلما بفصل في التدريب بقدر اوصل اللي انا عايزه كلاعب كبطل. طيب انا هروح لهم بقى ايه اسالهم كام سؤال كده. انت غيرت من الكونغ فو ورحت كيك بوكس، انت ما يعني انت المفروض عنيف، انت ما تفك كده شويه. لا انا عادي والله. ولا قلقان؟ لا مش قلقان والله عشان بابا قاعد. لا طيب ايه اللي استفدته انت من الرياضه؟ ايه اللي استفدته من الكونغ فو او الكيك بوكسن او من الرياضه عامه؟ هي اولا الرياضه دفاع عن النفس، مش ان انا بتعنف فيها عن الاخرين. انا مش بتعلم حاجه واروح اطبقها على زميلي. انت لسه بتقول لي انا سبت الكونغ فو علشان ما فيهاش ضرب معين، انا اروح كيك بوكسن عشان فيها ضرب. كدفاع عن النفس في المشاكل وقت الزنقه مثلا، انا ماشي لوحدي بالليل وتكاتك والشغل ده يعتبر ده موجود حاليا. ده بيحصل دفاع عن النفس بتستخدمها في دفاع عن النفس؟ طبعا. طب ادتك ايه تاني مثلا؟ في فكر، في نظام، في لا حاجات كتير. حاجات كتير زي يعني فادتني مثلا، كنت في الاول يعني زي ايه، كنت لما اجي انظم وقتي في المذاكره وكده وانزل مثلا الرياضه او الجيم او البيت او كده، لا ما كنتش بعرف، لا يعني كان في عندي قلق، كان انا مش عارف اذاكر، مش عارف اعمل حاجه. الرياضه نظمت لك الرياضه نظمت كل حاجه يعني، مش بس مش بفضل كل شويه رياضه رياضه رياضه، ده يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع. طب بيت الاسبوع ما فيش اي نوع من انواع الرياضه؟ ما مثلا ما بتروحش جيم؟ ما بتروحش؟ لا خمس دقايق مثلا تمارين في البيت عادي. في البيت؟ في البيت عادي. وانت نفس الموضوع يا نغم؟ بالظبط. مش بالظبط قوي، وانا كبنت واخدها عشان كدفاع عن النفس، ان انا بروح مثلا دروس بخرج مع صحابي، واحنا كبنات متعرضين للحوار ده قوي يعني كعداء او كده يعني، فدفاع عن النفس برضه بتستخدميه. طيب بصي بقى، انا سمعت ان انت بتغير يعني، انت من شويه بتقولي لي انا كنت هسيب الـ 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 الرياضه واروح علشان اغني. هل الفكره لسه موجوده حتى الان ولا هتعرفي تعملي بين الاثنين؟ فعلا بتغني. طب نسمع حاجه؟ ماشي. ده سمعينا. جابوا سيرته في وسط موضع، قلت اسمع، قلت يمكن احن تاني ويمكن ارجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي، قالوا كلامي نرفز، سمعت عنه حاجات ياريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها،
حاولت اتوه في الكلام على قد ما اقدر، مش عايزه اسمع حاجه عنه وعنها. كان نفسي اقرب من كلامهم، خفت امشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا واخاف اضعف يبان في عيني. يا ارض انشقي وبلعيني قبل ما يبان اللي فيا. جابوا سيرته في وسط موضع قلت اسمع. برافو، صوتها جميل. برافو، صوتها جميل. تمام. طب انت بتشجعها رياضه ولا غنى بقى؟ والله ده انا بالنسبه لي بشجع اللي هي مختاره، هي شخصيتها واقدر هي تختار ليه عايزاه. طب لو اختارت ال 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 طبعا على فكره برضه. طب لو عايزه تسيب الرياضه هتخليها تسيب الرياضه؟ لا، هي الرياضه طبعا بالنسبه لها طبعا ده اختيار مش اجبار، تمام؟ بس احنا بنتكلم ان الرياضه يعني شيء مهم في حياتنا، حتى للشخص العادي من غير ما يكون بطل. الرياضه طبعا يعني شيء اساسي في حياتنا، هي العمود الفقري لاي يعني امه ناجحه، لاي بيت ناجح، الرياضه. تمام؟ ده طيب. رايي. طيب هرجع اسالك سؤال. في فتره من الفترات منهم قال لك انا، حد منهم قال لك خلاص انا مش حصل مش همارس رياضه خالص؟ حصل حصل. جمال اهو. تمام. اه فجاه واحده كده قال لي انا مش عايز العب رياضه يا بابا. تمام. طب ليه يا حبيبي؟ قال لي عايز افصل شويه. قلت له خلاص براحتك شويه كده. هي بتيجي احيانا وما اقدرش اضغط عليه. بتيجي احيانا لاي لاعب ان هو مش عايز يكمل الرياضه ويلعب. دور بقى. ايوه الدور هنا بقى الكوتش ولا دور الاب؟ لا دور الكوتش. انت خلي بالك دور الاثنين. دور الكوتش. دور الكوتش. طبعا. يعني اللي بيكسل عن الرياضه او بيجي له حاله ان هو مش قادر يكمل الرياضه، دور الكوتش مش بيه. بالظبط. طب تنصح بايه؟ او برضو اللي اسمها تنصحهم بايه؟ يعني نقدر مثلا نديه مثلا فتره مؤقته، تمام، مع المتابعه مثلا بالتلفزيون بالتليفون. تمام. طب خلاص خد لك راحه كده اسبوع 10 ايام وارجع تاني. تمام. ما يكونش في ضغط، لان الفتره ديت لو ضغطت على الولد ممكن ما يجيش تاني. تمام. لان هنا طبعا بيكون مثلا يعني فكره بتشكل بصوره ايجابيه بتكون الشخص هو، فهو عايز يشوف نفسه انا فين. تمام. زي مثلا لما يجيلي مثلا طالب، تمام، بيلعب مثلا اي لعبه مثلا رياضيه وجاي يتمرن مثلا معايا، بعمل له حاجه اسمها يعني اعاده هيكله من جديد. بتمرن وبتمرن وبشوف لو في مثلا سوبرفايزر او كابتن اخطا في التقييم بتاعه، ببدا انا اعالج الكلام ده. بيخش مثلا في الكاراتيه او التايكوندو وبجيني اشوف مثلا ان الكابتن مثلا ما يقيموش كويس، او الكابتن مثلا ضغط عليه في وقت من الاوقات، بحاول احتوي الشخصيه ديت وارجعه تاني لنقطه البدايه عشان ادرس ثقه بنفس ويكمل. عشان يكمل. عشان يكمل. لكن الضغط والتعنف في الوقت ده ما ينفعش. طيب هل انت كنت عامل خطه عشان يوصلوا للسن ده بالبطولات دي أكيد او طبعًا. الشهادات دي؟ اكيد طبعا. ماشيه بالخطه كويس ولا طبعًا. ولا لا انا محدد لها خطوات. محدد لها خطوات. تمام. لان طبعا جمال منصور انا عايز اطلع مثلا فرد كلام ضابط حربيه. تمام. نغم برضو في الاول في البدايات مثلا عايز اطلع مثلا فرد كلام مضيف الطيران. تمام. فكل الاختيارات ديت محتاجه مثلا يعني نوع معين مثلا من التدريب، او مثلا من البطل يعني مثلا يقدم في حربيه محتاج شهادات رياضيه. تمام. محتاج يكون بطل جمهوريه. خلاص. فبالتالي احنا مشينا بخطوات ثابته على حسب رغبته وحسب هوايته وحسب قراره هو عايز يطلع ايه. فبالتالي حطينا خطوات نمشي عليها عشان مثلا يجي يقدم يكون جاهز، جاهز نفسي، جاهز فني، جاهز شهادات، جاهز بطولات. تمام. ونفس الشكل. لكن طبعا انا في النهايه بقدر اشتغل مع الاولاد قبل الاب كسوبرفايزر او كوتش، عشان في النهايه اقدر اوصل الفكره لو جه وقت من الاوقات قال لك انا هبطل ما اضغطش. ده السؤال. تمام. عشان اقدر تاني اجيبه في اللعب تاني. طيب نكمل ناخد زهير بس ونكمل. زهير مساء الفل. بس محمد مساء الفل عليك. ايه الاخبار؟ وحشني كتير. انت اكتر والله يا حبيبي. تسلم حبيبي. انا برحب بضيوف الكرام، برحب بكابتن رضا. عندي سؤال للكابتن رضا عايز اساله. اتفضل. معلش اتفضل. من سن كام ابتدي اهتم بالطفل في الرياضه؟ تمام. عندك اي سؤال تاني يا زهير؟ حبيبي يا اسمعني. تحياتي ليك وتحياتي لكل اللي موجودين بالقاهره وتحياتي لكل الاسره يا زهير. من سن كام؟ زي الحلقه اللي فاتت طبعا بنقول من سن اربع سنوات. ويلعب اي رياضه اهم حاجه. خلي بالك انت بدات معاهم 8 وخدوا شهادات. يعني للاسف السفر حكم السفر معايا طبعا هو كان العامل الاساسي. لا بس انا بتكلم برضو حتى لو مش شرط 4 تمام 5 6 7 8 10 من اي سن نبدا حضرتك، بس افضل سن 4. بالظبط. انا عاوز اسالك ان في ناس بتجيني مثلا سن مثلا بريب او مثلا ثاني اعدادي او ثالثه اول مره يلعبوا. تمام. بس في عندي العاب تنفع للسن ده،
يعني مثلا زي الكيك بوكسينج، تمام، زي مثلا الايكيدو، زي اللياقه البدنيه، مش شرط لعبه محتاجه مثلا من برايمري او مثلا من 4 سنين، زي كونغ فو، زي التايكوندو، زي الكومباز، الحاجات دي محتاجه سن صغير، لان جسم الولد بيكون عامل ايه زي العجينه، بتقدر تشكله براحتك. اه لكن السن الكبير مش غلط انه يلعب، بالعكس احنا بنحفز كل الناس، ولو حد عنده 50 سنه العب رياضه، تمام. انا بس انا حبيت انبه، دي مش شرط من 4 سنوات، ممكن من اي سن، بس من اي سن افضل سن تبدا بيه كان 4 سنوات عشان سيادتك تحطه تشكل الطفل زي ما انت عايز في اللعبه اللي انت عايزها. يعني اي مثلا الكومباز مثلا محتاج مثلا، او البلاي محتاج مثلا 3 سنين ونص 4 سنين، تمام، 3 سنين ونص 4 سنين بلاي بالظبط، اه عشان طبعا الكابتن عارف يشتغل معاه. الكومباز كام سنه؟ يعني نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره بالظبط، اه نفس السن بالظبط. كونغ فو هو المفروض احنا مثلا بنتكلم مثلا في العاب برضك، يعني مثلا الداتا بتاعتها زايده شويه، مثلا زي كونغ فو او الكاراتيه برضك افضل من 4 سنين. ليه؟ هنا الولد هتحط مثلا في الكوميتي. لا انا بتكلم يبدا لعب الكونغ فو، ما خلينا نقول ال4 سنين دي رياضه، تمام، شامله، تمام، صح كده، من سن 4 سنين، تمام، ابدا مع الطفل رياضه شامله، تمام. الكونغ فو ممكن 6 بقى، من 6 اه عشان طبعا اه لو هيلعب ساندا تمام او كده او فول كونتاك او مثلا الاساليب محتاجه برضك من سن 6 سنين. كويس 6 سنين اه هنا هنا طيب. هنا كده انت حددت له لعبه خلاص. عايز اسالهم اصحابكم اللي معاكم في المدرسه او في الدراسه، بتتكلموا معاهم في الرياضه وكده، بتنصحوهم حاجه في الرياضه؟ اه طبعا. نصايح زي ايه؟ مفيش حد يعني في حد بتاخده معاك مثلا يلا نروح التمرين، يلا نروح او تعالى اتمرن معايا؟ اه ساعات بيجوا معايا النادي. اه في ناس مستمره معاك ولا بيروحوا ما بيكملوش؟ لا على حسب، في 2 لغايه دلوقتي مستمرين. مين بقى اسمهم ايه بقى؟ ده نقول لك ليهم تحيه دول. حسن وحسين. حسن وحسين؟ اه. وانتي؟ بص هو انا اصلا بنزل مع بابا، بمسك مثلا مع حصص او كده. انت بتدربي؟ اه، ففي زمايلي بيجوا بيتدربوا معايا، بيعرفوا الاماكن اللي انا بدرب فيها وبينزلوا معايا، وفي عندي مدرسين اصلا برضو بينزلوا معايا. مدرسين في المدرسه؟ اه. بينزلوا يتدربوا معاكم؟ بالظبط. وفي اولياء امور بتتدرب معايا كبيره وكده، فانا ماسكه. ما شاء الله. طيب تنصحوا ايه بقى زمايلكم اللي بيشوفوكوا دلوقتي او بيسمعوكوا او اي حد من سنكوا كده، تنصحوه بايه ولسه ما بيلعبش رياضه؟ اخد منك يا جمال الاول، اشمعنى لازم يلعب رياضه بس كده؟ هي اولا مفيده لجسمه ولعقله وتنشيط الذاكره ودفاع عن النفس، وحتى لو هو مش حابب الرياضه لا هيجربها هيحبها. في العاب كتير جدا في الرياضه، الرياضه مش مقتصره على دفاع عن النفس، في سباحه، في جري، في كره قدم، كل دلوقتي بيلعب كره قدم. هي رياضه مفيده جدا بس لكل حاجه، لكل حاجه في حياه الانسان. طيب اول شهاده خدتها ايه او اول ميداليه خدتها ايه؟ اول شهاده انا خدت شهادات تقدير كتير من المدارس. وديني كده دول، شايف قدامي شهادات كتير قوي. دول كلهم كونغ فو ولا في كونغ فو في كيك بوكس؟ كونغ فو. ده الحزام البني من الاتحاد المصري. الحزام البني من الاتحاد المصري. اه تمام. المفروض كان خد لسه بس طبعا عشان الثانوي العسكري قلنا ان شاء الله في الاجازه باذن الله، تمام. ده الاتحاد المصري للكونغ فو واخد البني. وعندك بردك اهي دي معاك. اه طبعا دي اللي طبعا تدرج الاحزام بيبدا من الاصفر اورانج وانت ماشي لحد الاخضر وازرق، طبعا ده قبل الاسود على طول. دي البني اللي قبل السنة. ده كونغ فو. ده كونغ فو التابع تابع للاتحاد المصري لوش كونغ فو، تمام، الاتحاد الرسمي بتاعنا. تمام. الاتحاد الرسمي. الاتحاد الرسمي بتاع الدولة اه، تمام. طبعا جاي مسجل ومقيد، تمام، بالحزام البني، ومفروض ان شاء الله يخش الاسود ان شاء الله السنة الجاية بإذن الله. ودي؟ طبعا ده كيك بوكسنج، تمام. ده كيك بوكسنج؟ اه طبعا احنا كان عندنا قبل ما يكون في اتحاد للكيك بوكسنج لسه مشهر، لسه الشهر ده كان طبعا في مؤسسات، تمام، وطبعا نقدر يعني نقول ايه ان النشاط كان برايفت، تمام. دي طبعا المؤسسه المصريه لرياضات الدفاع عن النفس، كانت البطوله دي مقامه في نادي ضباط الاشاره في ارض الجولف مدينه نصر، وجمال طبعا خد مركز اول. طيب عندك هنا تاني منطقه الايوبيه. هكمل بس اخد محمد من القاهره. محمد مساء الفل. الله يخليك يا استاذ محمد، حضرتك يا باشا عامل ايه؟ ايه الحمد لله تمام، معاك يا غالي. الله يخليك يا باشا، وبرحب بضيوفك الكرام مستشار رضا والكابتن اللي قاعد مع حضرتك. تحياتي ليك واحلى تحيه عليك، معاك المستشار رضا. معاك يا باشا. يا باشا منور مصر في حالها. معاك يا غالي، الله يخليك، تسلم. الله يخليك يا باشا، احنا ابتدينا هنا والله ننفذ المشروع بتاع مستشار رضا هنا في المدرسه، الاستاذ بتاع التربيه الرياضيه اتفقنا معانا وكذا زميل ليا هنا في البلد ان احنا نودي اولادنا يوم الجمعه ويعمل معاهم حصه رياضيه كل جمعه.
تمام. ده انت ده ده ربنا يعني حاجه ده الكلام ده بصراحة. الكلام ده من الحلقه اللي فاتت صح؟ استاذ محمد حضرتك فاكر المكالمه اللي انا عملتها معاك الحلقه اللي فاتت؟ انا افتكرته، هو كان من ضمن اللي عملوا معانا مداخله الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله شط المستشار، اخبار معاك ايه يا باشا؟ ربنا يعزك يا حبيبي، ربنا يكرمك، ربنا يعزك. الدنيا كلها يا باشا. تسلم لي تسلم لي، اهم حاجه بس تكون راضي عننا بس في التدريب بتاعنا. مستقبل حلو يا باشا. ربنا يبارك في عمرك، احنا يعني نتمنى نخدم كل اولادنا ونوصلهم لحد الطريق السليم ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا، نفسك معانا يا باشا. حبيبي حبيبي تحياتي ليك. حبيبكم الاستاذ محمد واشكرك على ذوقك. الله يخليك، تحياتي ليك يا محمد واحلى تحيه عليك. الله يكرمك يا باشا. سلام. عاش عاش يا غالي. بتقول في شهاده ايه تاني هنا؟ دي عندك دي ولا دي؟ في شهادات كتير قوي. ما هو احنا نجيب طبعا ديت منطقه بطوله برضو في منطقه الايوبيه اللي فوق دي. دي؟ تمام. دي بطوله في منطقه الايوبيه. تمام. ناخدهم سريعا كده. تمام. ناخدهم سريعا. وطبعا قبل برضو ما يكون في اتحاد كان في عندنا برضو يعني كان الاول في كيك بوكسينج كان عباره عن جمعيات تمام وكان برضو في مؤسسات. حاليا دلوقتي في اتحاد رسمي. دي برضو الشهاده الرسميه من الاتحاد المصري تمام منطقه الايوبيه واخد فيها اول. وعندك شهاده ثانيه. وادي دي اهي. تمام. طبعا ده كيك بوكسينج تمام كان بيتنفذ على ارض الواقع قبل ما يكون في اتحاد تمام كان كل دي اكاديميات او جامعات مشهره. ده الاسقا تمام الاتحاد بتاع الاسقا الدولي تمام كان له برضو كنا عندنا برضو كنا التنفيذ على ارض الواقع. طبعا دي الشهاده تمام تقدير من مركز العلمي للحس الحركي. ودي دي برضك شركه مقامه في ناس ضباط الاشاره للقوات المسلحه تمام برضو كان واخد مركز اول كانت مقامه في ارض الجولف في نادي ضباط الاشاره. انا كفايه كده على جمال، انا هروح على نغمه. ده اللي قدرنا نجيبهم يعني في ادريكه مره كمان. كل ده جمال، هروح لنغم. فين شهادتك يا نغم؟ نغم عندك نفس اول شهاده نفس الـ دي. طبعا دي ده اول شهاده طبعا برضو واخد حزام البني. حزام البني كونغ فو برضو. برضك تمام الاتحاد المصري وش كونغ فو تمام مسجله ومقيده والمفروض كانت خدت الاسود بس ان شاء الله برضو في الاجازه هنحاول نشتغل عليها ان شاء الله. تمام. ودي بطوله الجمهوريه كانت واخداها في راس البر تمام واخده مركز اول. مركز اول بطوله الجمهوريه. تمام. طبعا الاتحاد المصري عندنا برضو تمام. طبعا كانت البطوله كانت قويه والحمد لله نغم قدرت تحقق مركز اول. ودي بعض المدارس طبعا اللي نغم طبعا عملت فيها دي مدارس نشاط رياضي. ودي تقريبا نفس الشهادات. هي وجمال بيخشوا بطوله واحده. وانتوا بتاخدوا نفس الـ ما هو البطوله بقى شهادات موحده يعني الشهادات موحده طبعا مثلا داخل مثلا 200 بطل 500 بطل هي شهاده موحده مع اختلاف المراكز بس مركز اول ثاني ثالث رابع وهكذا. تمام. بسم الله ما شاء الله. خد شهاداتك يا جماعه. تمام. هم القرون برضو كان مركز العلمي الحس الحركي طبعا الحمد لله كان عملنا عرض هناك كويس برضو. طيب. وكرومن بما ان محمد اتصل بينا كان بيتابعنا الحلقه اللي كانت قبل كده. تمام. كنت حضرتك منورني فيها فكنا اتكلمنا عن المدارس. تمام. وازاي النشاط المدرسي ومدرسين التربيه الرياضيه ولو مش موجود مدرس تربيه رياضيه ازاي نطلب يكون موجود مدرس تربيه رياضيه وعمل نشاط رياضي داخل المدارس ان كانت حكوميه او ان كانت خاصه. تمام. وازاي انوه لده وازاي استفيد انا كولي امر لابني او لبنتي اللي هو موجود في المدرسه بالنشاط الرياضي. بس خلينا ناخد الاتصال بس الاول. معانا مين يا شباب؟ نور. مساء الفل. مساء الفل. مساء الفل عليك. عاش. انا بحب اهو كابتن وجه كفافي وانا بتمرن معاه كل يوم جمعه والسبت. طب اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون خالص يا نور. حاضر يا كابتن. حاضر. انا بتمرن معاه كل يوم جمعه والسبت الساعه 8. بتتمرن فين؟ بيقول لك الكابتن رضا بيقول لك بتتدرب فين معاه؟ نادي الشاطئ. نادي الشاطئ. الانتاج الحربي. الانتاج الحربي اللي في المعادي صح؟ اللي هو 54. ال 54 الحربي. تمام. انا بلعب مع كابتن محمود. تمام تمام. عندك كام سنه يا نور؟ انا عندي 12. عندك 12 سنه. بتلعب ايه بقى؟ لعبه ايه؟ كونغ فو. بلعب كونغ فو. بقالك كام سنه بتلعب كونغ فو؟ يعني لسه من اول ما بدا معايا في المدرسه فانا بدات معاه التمرين. بقالك قد ايه طيب؟ يعني بقيت يجي مثلا شهرين كده. شهرين بس ما شاء الله. شهرين يعني بدا برضه 12 سنه. طبعا. ايه رايك الكونغ فو حلو ولا ما ايه رايك في الكونغ فو؟ حلوه جدا. بتحبه؟
ايوه. هتاخد ميداليه امتى وهتاخد بطوله امتى؟ هو كابتن من اسبوع كده او اسبوعين مش فاكر قال في بطوله بعد 20 يوم. تمام. كابتن رضا. هتشارك؟ ايوه ان شاء الله. طب البطوله دي امتى يا كابتن رضا؟ يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا بنتابع مثلا مع الاتحاد عشان طبعا في عندنا كل منطقه لها بطوله في منطقه الايوبيه، فان شاء الله باذن الله يكون بتاعه الجيزه ان شاء الله. طيب نور لما تاخد ميداليه كلمنا عشان اجيبك، هتيجي معايا هنا. مساء الفل عليك عاش يا نور. فنرجع للموضوع، فكنا اتكلمنا شويه ان ازاي انا كولي امر اروح اتابع مع مدرس التربيه الرياضيه اللي موجود في المدرسه واشوف النشاطات اللي موجوده ايه، وابدا اوجه ابني او بنتي ان تلعب رياضه معينه. تمام. في بعض الاحيان بتبقى المدرسه مش جاهزه بامكانيات بالظبط لحصه التربيه الرياضيه او لامكانيات لبعض الالعاب الرياضيه. تمام. واحيانا بعض المدارس العدد لا يكفي كمدرس واحد تربيه رياضيه، متهيألي ما فيش اكتر من مدرس واحد. تمام. او اثنين مدرسين هيبقوا كافيين للكم اللي موجود للمدرسه دي كلها. تمام. فانت اقترحت اقتراح قلت ممكن يزيد نشاط تربيه رياضيه. تمام. مستعين ونستعين تقريبا تبع مشروع الوحده المنتجه. الوحده المنتجه. تمام. ونبدا نعمل النشاط ده داخل المدرسه بحيث ان احنا نستفيد احنا كتلاميذ او احنا كاولياء امور لاولادنا. تمام. داخل المدرسه. تمام. عايزين نفكر بس المشاهدين اللي بيشوفونا بالمشروع ده وازاي ننفذه. طالما فكرنا بيه محمد اللي اتصل. تمام. والله بص يا استاذ محمد، احنا طبعا يعني احنا وراك ايه، احنا بنحاول جاهدا، انا بالنسبه لي انا والاستاف اللي معايا نخدم اكتر واكبر عدد من المدارس. تمام. بس طبعا في عندنا بعض يعني ايه بعض المشاكل اللي بنقابلها من بعض مواجهين التربيه الرياضيه. يعني ما رضيتش اطرح ده المره اللي فاتت. تمام. لان المفروض موجه التربيه الرياضيه تمام في اي مدرسه او في اي اداره لازم يبقى عارف تمام احتياجاته. في بعض الادارات ما فيش فيها مثلا مدرسين تربيه رياضيه كفايه، عنده عجز. فالمفروض انا باجي لك على لائحه اللي هي بتاعت الوحده المنتجه وشرحنا الكلام ده قبل كده، المفروض تكون سعيد وفرحان ان مثلا جاي لك ناس تربيه رياضيه متخصصين هيساعدوك ويعوضوا معاك الـ العجز او النقص، ان كان من معدات او ان كان من مدرسين. بالظبط كده. او من العاب كمان. بالظبط. من العاب أخد احمد بس. احمد مساء الفل. ازيك يا احمد؟ عاش عاش عليك. معاك. ازيك؟ لا وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا احمد. ايوه يا كابتن. معاك. عندك كام سنه؟ عندي 12. عندك 12 سنه. بتلعب رياضه؟ بلعب كونج فو. بتلعب كونج فو برضه مع الكابتن رضا ولا مع الكابتن رضا؟ اه. بتلعب معاه في اي منطقه؟ من نادي الشاطئ. نادي الشاطئ برضه. نادي الشاطئ. بتلعب بقالك قد ايه يا احمد؟ بقالي يعني شهرين كده. برضه شهرين. انت لسه بادئ النشاط في نادي الشاطئ من شهرين. اه ما شاء الله. كم لا الحمد لله عدد كويس. عدد كويس. لان طبعا انت بتاخد الاولاد اللي اقول ايه. طب ثواني عشان اقفل. احمد عندك اي سؤال؟ شكرا يا احمد الله يخليك. العدد كتير. العدد كتير عشان طبعا احنا يعني بنحاول بنطبق فكره الوزاره. تمام. ان طبعا يعني مشروع خدمي. الخدمي ده بدل مثلا ما الولد يروح النادي ويدفع مثلا 200 300 نفس قيمه الاشتراك اللي بيدفعها في المدرسه ال 30 خلاص او ال 50 بناخدها منه في نادي الشاطئ. تفهمني؟ فالعدد بيزيد. الناس محتاجه ده، محتاجه المساعده، محتاجه مثلا ايه تشيل الضغط المادي. لينا حلقات تاني وتالت ورابع هنفتح الملف فيه، لكن الوقت خلص. طيب. لان عايز اسمع حاجه من نور. عايز اسمع حاجه من نور. من نغم. بس من نغم. نغم. عفوا من نغم عشان نور بس لسه متصل. من نغم بس عشان هختم عليها بالبتر. طيب. كلمه اخيره. انا طبعا بشكر اداره القناه وحضرتك جدا. تمام. ان طبعا انتوا يعني داعميننا. تمام. وبتتبنوا اي حاجه يعني تخدم الناس. تمام. وان شاء الله طبعا يعني الحلقه اللي جايه طبعا نتكلم في الموضوع باستفاضه اكتر ان شاء الله باذن الله. حبيب. نصيحه منك يا جمال للي بيشوفونا. انصح كل الناس يجربوا الرياضه. جربوا اللي ما بيجربوش واللي بيلعبوا رياضه يكملوا يستمروا. نصيحه منك انا. العب رياضه دفاع عن النفس عشانك انت. لازم رياضه دفاع عن النفس ولا رياضه؟ لا هو لازم دفاع عن النفس الاساس وجنبها بقى مثلا هوايه. ما هو دفاع عن النفس عشان انت خارجه. طيب هنرجع لك تاني عشان نسمع منك حاجه. خلصت حلقتنا ولكن بكل روح رياضيه مكمل معانا. انا ما اتكلمتش النهارده خالص عن عاش.
عاش للي بيتابعنا، اي حد بيمارس رياضه صور لي فيديو للرياضه اللي انت بتمارسها وابعته لي علشان ازعه لك معايا في فقره عاش في بدايه كل حلقه. اي حد ما بيمارسش رياضه، علشان كده عملنا مبادره عاش دي، لا ابدا معايا باي رياضه، حتى ولو جري، حتى لو على عجله، اي رياضه وصورها لي وابعتها لي، هزعها لك معايا في فقره عاش في بدايه كل حلقه على صفحه جو ميديا برودكشن اللي موجوده معانا على الشاشه، او على الرقم التليفون اللي موجود على البوست اللي داخل الصفحه على الواتساب. خلصت حلقتنا، ما تقفلوش، هنسمع حاجه من نغم. مع السلامه. حضنك وبين بلاد، ودايما بيا بتحسي بقلبي مهما عاش في سكات. في ناس كتير قوي جنبي، لكن بدفاكي مش بيكون يا صاحبة في روحي وفي قلبي. بحبك يا اغلى ما في الكون. في ناس كتير قوي جنبي، لكن بدفاكي مش بيكون يا صاحبه في روحي وفي قلبي. بحبك يا اغلى ما في الكون. ومين قال اننا بكره هننسى بعض ونفارق؟ ده عمر البعد على فكرة، ما كان بين القلوب فارق. يا أقرب ليا من نفسي وبين حضنك وبين